الحمد لله رب العالمين. يا رب حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. يا رب فرج الكروب، استر العيوب، اغفر الذنوب، اصلح فساد القلوب. واشهد ان لا اله الا الله من عرف الله حق معرفته احبه، ومن احب الله حق حبه عرفه. كانت زوجة داود عليه السلام تقول لابنها سليمان عليه السلام: يا سليمان لا تكثر النوم ليلا. تقول له: يا سليمان لا تكثر النوم ليلا، فإن من أكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. يا سليمان لا تكثر النوم ليلا، فإن من أكثر النوم ليلا بعث فقيرا يوم القيامة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أخ الإسلام، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. ابن آدم، يا من يناديك القبر كل يوم فيقول: لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان لا يصلي الوتر إلا آخر الليل. فسألته أمنا عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وقالت: يا رسول الله، أتنام قبل أن تصلي الوتر؟ فقال لها الحبيب المصطفى: يا عائشة، إنني إذا نامت عيناي لا ينام قلبي. إذا نامت عيناه لا ينام قلبه. العينان تنامان والقلب يقظ، يوحد الواحد الديان. سيدي، يا مبعوث العناية الإلهية، يا شمس الهداية الربانية، يا أبا القاسم، يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة
ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا. إلى أين؟ إلى أين يا سادة الكرام؟ مع الدرس الثامن والمئتين أقضي ليلة من ليالي رسول الله. تعالوا تعالوا لنزور النبي في بيته ذات ليلة، ذات ليلة تعالوا نقضي الليلة مع الحبيب محمد. وقبل أن أنتقل بحضراتكم إلى بيته، وقبل أن أعيش في ليلته، أطرح هذه الأسئلة: ما هو؟ وما عدده؟ وما فضله؟ ومتى يكون هو؟ وما آدابه؟ هذه أسئلة أجيب عليها بكلمة واحدة قالها الأمين جبريل للأمين محمد. قال له: يا محمد، اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قيام الليل، كم من المسلمين يحيي هذه السنة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. كم من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يقوم الليل ليحيي سنة حبيب الله محمد. انا لا القي اللوم على المسلمين، انما القي اللوم كله على المسؤولين عن شؤون المسلمين. لا تلوم الشباب اذا كان الشباب ممزقا، لا تلوم الشباب اذا كان الشباب مبعثرا، لا تلوم الشباب اذا كان الشباب مبلبلا مفرقا مخبلا. لا تلوموه، لا تلوموه، فرب قرن من الزمان مضى والاسلام داخل السجون، الاسلام داخل السجون، رب قرن من الزمان والاسلام يضرب بمفارق من حديد. هذا ناصري وذاك اشتراقي وذلك شيوعي. اتحاد اشتراقي في مصر وليبيا والسودان، وبعث عربي اشتراكي في سوريا والعراق، وليس هناك حزب يقوم على كلمة لا اله الا الله، واصبحت كلمة الاشتراكية نتبرك بها كما نتبرك بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم. حزب الاحرار الاشتراكي، حزب مصر الاشتراكي، حتمية الحل الاشتراكي، الاتحاد الاشتراكي، البعث الاشتراكي، وليس هناك من يقول لا اله الا الله. محمد رسول الله. انسينا الناس كلمة التوحيد، حجبنا الناس عن رؤية نور الله. لا تلوم الشباب اذا كان الشباب يسبح بحمد ناصر،
انه عندما يسبح بحمد ناصر لانه حجب عن الناصر. عن الله. عن الله. لا تلوم الشباب اذا كان يسبح بحمد موته. فانه لم يعرف خالق العالمين. لم يعرف. دروس الدين في المدارس معطلة. مجمدة. لا اثر لها. لا حراك فيها ابدا. الوعي الاسلامي في الجامعات لا وجود له. ويرفع الطالب رأسه ويقول انا ناصري وافخر بكوني ناصريا. وذاك يقول انا مركزي وارفع رأسي فخارا ان اكون مركزيا. وما سمعت فيهم من يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اولى المسلمين. واذا كنا نعاني من التمسك ما نعاني فذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يستكبرون. ويقبض على الانسان متربصا بقول لا اله الا الله. يا معاشر السادة. ومن ثم فانني اجد الشفاء والدواء والغذاء والضياء. عندما التقي برافع لواء التوحيد محمد في بيته ليلة. يصلي من الليل. ومن الليل ستهجد به نافلة. به. الضمير عائد على القرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر. إلا قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل ستهجد به. تهجد بالقرآن. وهناك فرق بين تهجد وبين هجد. هجد بمعنى نام. وتهجد بمعنى أزال النوم. أزال النوم بقراءة القرآن وقيام الليل. فتهجد بالقرآن. ولقد وقفت عند الفاء في قوله تعالى ستهجد. لماذا لم يقل ومن الليل تهجد؟ انما قال ومن الليل فتهجد. الفاء هنا يسميها علماء اللغة فاء الفصيحة. واسمحوا لي اذا كنت اعرض قواعد اللغة امامكم فانني اقصد من عرضها احياء لغة القرآن التي ماتت على ألسنة المسلمين. انما قصدت بعرضها احياءها. وقد وقفت تشكو لربها ظلم ابنائها. وتقول اللغة ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيروني. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي. وعاتبت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب. وليتني عقمت فلم اجزع لقول عباتي. ولدت ولما لم اجد لعرائسي رجالا واكفاء. وهدت بناتي البحر في احشائه الضر كامل. فهل سامر رفع الفقصاتي. وسعت كتاب الله نصا وغاية. وما بقت عن آي به وعظاتي. فكيف اضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق اسماء لمخترعاتي.
الفاء هنا في قوله تعالى فتهجد فاء فصيحة، لانها اخطات عن شرط مقدر. يكون تقدير الكلام اذا قرأت قرآن الفجر وعلمت انه مشهود فتهجد به نافلة لك بالليل، ومعنى نافلة اي زيادة لك عن الفرائض الخمسة. فاذا ما صليت الفجر واذا ما صليت الشمس عند قوله تعالى لدلوك الشمس، اذا صليت الظهر عند دلوك الشمس، ومعنى دلوكها اي ميلها جهة الغرب، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. دلوك الشمس يشمل الظهر والعصر، الى غسق الليل يشمل المغرب والعشاء. اذا فاين الفجر خصه الله تعالى وحده بالذكر لعظم شأنه، فقال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومعنى مشهودا اي تشهده الملائكة المقربون. كان لاحد الصالحين زوجة، وكان كلما استيقظ ليلا وجدها تقرأ كتاب الله، فقال لها يا عمة الله الا تنامين؟ فقالت له يا عبد الله، وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام. الله الله الا تنامين الا تنامين يا امة الله؟ فقالت له وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام؟ نساء تربينا، لا اقول تربينا في التنظيم النسائي في الالحاد الاشرافي العربي، انما اقول تربينا على موائد القرآن. كان الرجل اذا دخل بيته سألته زوجته سؤالين: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ فإذا خرج من بيته صباحا قالت له زوجته: يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فإنما نصبر على ألم الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. فإذا ما آوى الرجل إلى فراشه لينام توضأت له زوجته وتزينت بماء الوضوء والنظافة، لا تغير من خلق الله شيئا، لا تقرب حاجبيها ولا تضع المساحيق في وجهها، انما كنا تزينا بنور الوضوء اذا هاوى الزوج الى فراشه توضأت له زوجته ودخلت عليه وباسلوب كله ادب تقول له: ألك حاجة الي؟ ان كان له حاجة قضاها، فان لم يكن له اليها حاجة قالت له: اتسمح لي ان اقوم الليلة فاصلي بين يدي الله جل في علاه؟ من الذي ربى هؤلاء؟ ان الذي رباهم هو محمد، ان الذي رباهم هو محمد، محمد الامين، ان الذي رباهم هو محمد، ان المنهج الذي تربوا عليه هو القرآن والسنة.
ان المدرسة التي تخرجوا فيها كان عميدها محمدا. انها بيوت لا نفاق فيها، لا اجهزة احلام فاسدة تبذوها، انها بيوت يقول فيها الله. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. بيوت لا يذاع فيها مدرسة المشاغبين، انما يذاع فيها الله نور السماوات والارض. بيوت لا يذاع فيها شلية المراهقين، انما يذاع فيها طاعة. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. بيوت لا يذاع فيها ابي فوق الشجرة، انما يذاع فيها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر مرة ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بيوت لا يذاع فيها امرأة سيئة السمعة، انما يذاع فيها. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بيوت لا يذاع فيها، اين عقلي؟ انما يذاع فيها. قالت احداهما يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. القوي الامين. بيوت لا يذاع فيها، خلي بالك من زهد، انما يذاع فيها. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. بيوت لا يذاع فيها في قاع المدينة، انما يذاع فيها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. بيوت لا يذاع فيها حمام الملاطيني، انما يذاع فيها. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. بيوت الطفل، بيوت الصفاء، بيوت اذا نزلت الملائكة من السماء عرفتها بخيمة من نور نصبت عليها. بيوت كانت منارات، كانت منارات تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء، كما يهتدى بالكوكب الدعي في لجج البحار. بيوت تقرأنت، تقرأنت، فلما تقرأنت
أنارت، فلما أنارت أشرقت، فلما أشرقت عرفت، فلما عرفت أحبت، فلما أحبت صفت، فلما صفت نقت، فلما نقت التقت. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. لا تلوموا الشباب فأنتم الذين مزقتم الشباب، وما سألت عن شاب كان معنا في سجون مصر، وأنا من الذين حضروا السجون وعرفوا ما يدور فيها. دخلت عمالقة السجون من القلعة إلى قرى إلى أبي زعبل، وما سألت عن شاب كان معنا في السجون إلا وأخبرت بأنه هجر مصر إلى بلاد الخارج، بلاد لما أصابهم من الهم، وذهبوا هناك إلى أمريكا وإلى أوروبا، وإنك ليأخذك الأسى وتستولي عليك اللوعة عندما تعلم أن المؤسسة النووية الأمريكية الذين يشرفون عليها مهندسون مصريون، مهندسون مصريون. واشهد بالله شهادة عبد رأى بعينيه وسمع انه كان معنا في سنة 66900، كان معنا شباب كانوا يعملون معيدين في الكليات، وكانوا ينامون معنا في عنابر ثرى، استغفر الله، في استبلات ثرى، في المجرور والنجاسة. وعجبت عندما رأيت شابا مهندسا يدعو الله بالليل والناس نيام ويقول له اللهم لا تخرجني من السجن حتى احفظ القرآن الكريم كله. حفظوا القرآن في السجون وخرجوا منها فتركوا مصر، تركوها الى غير رجعة، واصبحت مصر تلتمس اليد النظيفة فلا تجدها، واصبحنا نبحث عن العناصر الطيبة فلا نراها، لاننا قلنا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لا وجود للضمير. وبقيت الامة على ما هي عليه، هذا ماركسي وذاك ناصري وذلك بعثي ورابع الاشتراكي. وقلت اين المحمدي، قلت اين المحمدي، فكان الجواب اذا انت لم تكرم بارضك فارتحل، فلا خير في ارض مهال كريمها، لا خير في ارض مهال كريمها. قيام الليل والناس نيام، لما لا تنامين يا أمة الله؟ وكيف ينام من علم ان حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لربها يا حبيب القلوب انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستنارت فما تلاها غروب، ان شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، واذا ما الليل اسبل ستر
وإلى ربها تحن القلوب. الليل الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، لم يقل يتركون المضاجع، إنما قال تتجافى، أي بين الجنوب وبين أماكن النوم جفوة وعداء، لا ينامون. روت أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أحضروا له كساء ينام عليه، فكانوا يصنون الكساء مرتين. وذات ليلة قالت عائشة: ثنيت الثوب 4 مرات حتى يكون طريا على جسم رسول الله وحتى لا يتوثر بقسوة الارض. فلما نام عليه النبي وحس بان الفراش قد علا عن الارض قليلا، فقال: افردوه كما كان، اتريدون الا اقوم بالليل واصلي لله رب العالمين؟ تتجافى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اسمعوا الى ما قاله سلمان رضي الله عنه. قال سلمان: الناس بعد العشاء 3 اقسام، قسم له وقسم عليه وقسم لا له ولا عليه. اما القسم الذي له فقوم صلوا العشاء ثم انصرفوا وانتهزوا غفلة الناس بالنوم فقاموا وصلوا بالليل لله رب العالمين. اما القسم الذي عليه فقوم بعد العشاء انتهزوا غفلة الناس وركبوا فرس المعصية. معاقر الخمر وهم سادرون، وقائم الليل وهم ساجدون، حيرة وغرقى في بحور النهى، والله صاح والورى غافلون. قوم نصبوا موائد القرآن بعد العشاء، وقوم ركبوا فرس المعصية يعلنون الحرب على صاحب العظمة والكبرياء، وقسم لا له ولا عليه، وهم قوم بعد صلاة العشاء هجعوا وناموا في البيوت، ما سهروا على أعراض العباد، ما جلسوا على المقاهي والكازينوات، ناموا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. إن حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله يخبرنا فيقول لنا: مررت برسول الله ذات ليلة فوجدته قائما يصلي، سمعته يقرأ سورة الفاتحة ثم بدأ يقرأ سورة البقرة، فقلت: يركع بعد قراءة نصفها ولكنه أكملها كلها، فقلت: يركع بعدها، فسمى الله وقرأ سورة آل عمران فقرأها كلها، فقلت: اركع بعدها، فسمى الله وقرأ سورة النساء كلها ثم ركع. ليل القرآن وليل الصلاة، القرآن والصلاة، القرآن والصلاة، الصلاة بالليل
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل يقوم على خدمته اسمه ربيعة بن كعب. يقول ربيعة: كنت اقضي نهاري في خدمة رسول الله، فاذا ما صليت العشاء نمت على باب المصطفى، وذات ليلة سألني رسول الله فقال لي: يا ربيعة سلمي ما تشاء لأسأل الله لك، سل ما تشاء. هل سأل ربيعة رسول الله ذية أنيقة أو بدل تمثيل او كرسي وصارة زائل او قصرا منيفا او رياشا دافخة او سيارة صارهة او مليونا من الاسترليم؟ ماذا قال ربيعة للرسول وهو يعلم ان الرسول لو سأل ربه اي شيء اجيب على جناح السرعة؟ اتدرون ماذا قال؟ اسمعوا ما قال ربيع. الرسول: يا ربيعة سل ما تشاء. وإذا ربيعة يقول له: اسألك مرافقتك في الجنة. الله الله، اسألك مرافقتك في الجنة. اراد الرسول ان يراجعه السؤال قبل ان تفوته الفرصة، فقال له: او غير ذلك تسأل يا ربيعة؟ اتسأل غير ذلك؟ اهناك شيء غير مرافقتك لي في الجنة؟ سل يا ربيعة. فقال له ربيعة: لا اريد سوى ذلك يا رسول الله. هو ذاك. فقال له الرسول: يا ربيعة احني على ذلك بكثرة السجود، يعني صل نوافل كثيرة لتكون معي في الجنة. السجود المراد به الصلاة، وأبدر على الصلاة بالسجود لأنه ركنها الأعظم، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولذلك فإن الذي طلب إبليس من رحمة الله أنه أبى أن يسجد، أبى أن يسجد. قيام الليل، صلاة تبدأ بعد صلاة العشاء، وقته بعد العشاء، عدد ركعاته كما كان الرسول يفعل، عدد الركعات، صلى رسول الله قيام الليل 8 ركعات و3 ركعات وترا، فيكون مجموع ما صلاه 11 ركعة. ومرة صلاه 10 ركعات و3 ركعات وترا، فيكون مجموع ما صلاه 13 ركعة. فإذا لم تقدر على أن تصلي هذا العدد فيكفيك ركعتان 2، صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور، وصم يوم حر ليوم النشور. اسمع معي إلى قول الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه أبو الشيخ ابن حبان، حيث قال: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة،
وصلاة في أرض الرباط يعني في ميادين القتال تعدل 1000 صلاة، 2,000,000 وخير من هذا كله ركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل والناس نيام. قيام الليل، قيام الليل، اسمعوا الى هذه الروشتة التي صرفناها من صيدلية الرسول محمد. ذهبنا الى الصيدلية الاسلامية لنسأل الرسول عن دواء قيام الليل. انه دواء، دواء لماذا؟ قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: عليكم بقيام الليل فانه تاب الصالحين قبلكم ومقربة لكم الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم ومقربة للداعي عن الجسد. من كان مصابا بانيميا او بضعف عام فعليه ان يقوم من الليل فيصلي والناس نيام. في صلاة الليل قوة، وفي صلاة الليل صحة، ولذلك فان اصحاب رسول الله عاشوا اصحاء وماتوا اصحاء. ما قرأنا في التاريخ ان ابا بكر كان مصابا بالسكر، وما قرأنا ان عمر كان مصابا بضغط الدم، وما قرأنا ان عثمان كان مصابا بقرحة المعدة، وما علمنا ان عليا كان مصابا بتصلب الشرايين. عاشوا اصحاء، ما ذهبوا الى الطبيب طول حياتهم، لان القلوب كانت نقية، كانت القلوب صافية نقية، وكانت الاجسام تقوم فتصلي في نشاط لله، حتى بلغ من حفظهم على قيام الليل وحرصهم على قيام الليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فوجد حبلا مربوطا في عمود من اعمدة المسجد، فسأل: ما هذا الحبل؟ فقالوا: انه لام المؤمنين زينب، ربطته لتقوم من الليل، فاذا هجم عليها النوم تعلقت به حتى تعيد النشاط الى نفسها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. معاشر المسلمين الاعزاء، ولك ان تصلي قيام الليل ركعتين ركعتين سرا او جهرا. فقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع أبا بكر يسر بالقراءة في قيام الليل إصرارا بالغا، وسمع عمر بقيام الليل يجهر بصوت مرتفع، فلما التقى بهما في صلاة الفجر قال لأبي بكر: يا أبا بكر، سمعتك في قيام الليل تسر بالقراءة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن أكن أسررت فقد أسمعت من ناجيت. فقال لهما: يا عمر، وسمعتك تجهر بالقراءة. فقال له: يا رسول الله، إن أكن جهرت بالقراءة فذلك لأطرب الشيطان وأوقف النومان. فنظر الرسول إلى أبي بكر برفق وقال له: ارفع من صوتك قليلا. ونظر إلى عمر برفق وقال له: اخفض من صوتك قليلا. وهذا معنى قوله تعالى:
وابتغ بين ذلك سبيلا. الوسط في كل شيء. معاشر السادة، آداب قيام الليل وهي اللمسة الأخيرة في هذا اللقاء الليلي مع رسول الله. آداب قيام الليل، إذا جئت إلى فراشك قبل أن تنام فانوي في قلبك أن تقوم من الليل فتصلي، لأن الرسول يقول إذا أتى أحدكم فراشه فنوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فنام، كان نومه صدقة عليه من ربه وكتب الله له ثواب ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان صلاح الدين الأيوبي يستعين على أعدائه بطول القيام في الليل في الليل. وأنا أقول هذا الكلام لولاة أمور المسلمين على مستوى أمة الإسلام، إذا أردتم أن ينصرنا الله على عدونا فأصلحوا ما بينكم أولا وما بين الله. كان صلاح الدين بطل الحروب الصليبية، كان يقف وحده مع جنود مصر وجنود الشام، كان يقف وحده على رأس جيش مصري شامي ويحارب دول اوروبا انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وايطاليا والمجر. ست دول اوروبية رفعت الصليب وجاءت الى بيت الله الى المسجد الاقصى، ووقف لها صلاح الدين وحده، وقف لها في سنة 583 هجرية وفي شهر رجب، وفي 27 رجب 583 كان صلاح الدين يصلي في المسجد الاقصى، وكان الخطيب يخطب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقف صلاح الدين امام ايطاليا والمجر وبلجيكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وسئل ما الذي نصرك على هؤلاء، فقال نصرني الله بفضل قيام الليل. وقيل لصلاح الدين لما لا تتخذ لك بيتا تسكنه، لم يكن له بيت يقيم فيه، وسئل لما لا تتخذ لك بيتا تسكنه، فقال صلاح الدين وماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة في سبيل الله كل لحظة، يكفيني سيفي وفرسي وخيمتي. وجلس صلاح الدين مع هيئة أركان حرب جيشه ذات يوم، فدارت بينهم دعابة فضحكوا ولم يبتسم هو، فقيل له أيها القائد لم لا تبتسم، فقال صلاح الدين أستحي أن أبتسم، أستحي من الله أن أبتسم، والمسجد الأقصى في أرض الصليبيين. حرم على نفسه الابتسام. معاشر السادة، هذا هو قيام الليل، هذا هو عدده وذلك فضله
وذلك وقته وتلك آدابه. ومن الليل فتعجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق، ادخلني قبري وانا على التوحيد، واخرجني من قبري وانا على التوحيد، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يوم تتطاير الصحف على رؤوس العباد، ويوم يعرض العباد على الميزان والصراط، يوم العرض الاكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، واللمب لا ينسى، والدياب لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تدان، كما تزين تدان. وكم من جبال قد عرت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. لمن الملك اليوم؟ لله 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 الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، تعالوا لنزور المؤسسة الصناعية الربانية الكبرى. وهذه المؤسسة التي انشأها الخالق يقوم انتاجها على ثلاثة اشياء: انتاج حيواني، وانتاج نباتي، وانتاج حشري. انتاج حيواني، وان لكم في الانعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انتاج نباتي، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. انتاج حشري، واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب، شراب مختلف الوانه، فيه شفاء للناس، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مؤسسة صناعية لم نأتي بالماكينات من اوروبا ولا من امريكا ولا من موسكو، انما كتب على المؤسسة، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فيكون يغنم
لبنا ابيض صافيا لا قطرة فيه من بين موسى من بين فرس. والفرس هو الطعام في كرش الحيوان لا يطاق ريحه من بين فرس ودم احمر قان شديد الخمرة. ومع ذلك فان جندي المرور الذي سخره الله داخل مطلع الالبان لم يخطئ مره. ان للوجود الها واحدا. الحيوان ياكل النبات وبعد ذلك تسلط حرارة الكبد على النبات فتنضجه. بعضه يذهب الى كرش الى الامعاء والماء بعد ذلك يتحول الى المثانة والدم يذهب الى الغائط واللبن يذهب الى الضرع. خطوط مستقيمة لا يبغي بعضها على بعض. من الذي قسم هذا الطعام في جوف الحيوان؟ ومن الذي وزعه هذا التوزيع الهندسي الدقيق الذي لا مجال فيه لقانون الاحتمالات؟ طعام يذهب الى الامعاء، ماء الضرور يذهب الى المثانة، دم يذهب الى الغائط، لبن ابيض صاف البياض يذهب الى ضرع الحيوان. لماذا لم يذهب الدرع الى الضرع؟ ولماذا لم يذهب اللبن الى المثانة؟ لماذا؟ اسألوا العلماء، اسألوا ما هذا القانون. انه قانون العناية، قانون النظام، قانون التكوين، قانون الترابط. لبنا خالصا سائغا للشاربين، لا يقف في الحلق، لا ريح فيه ولا قطرة، مع انه جاء من بين الدم ومن بين الفرس لا تشم منه الا ريحا طيبة ولا ترى منه الا بياضا اشد صفاء من ضوء الشمس في رابعة النهار. الجلوكوز والإيثينول نوعان من الاصماغ، اصماغ طبيعية واصماغ نشا، ثلاثة انواع من الفيتامينات الف وب وجيم مركز، ثلاثة انواع من المعادن الكالسيوم والبوتاسيوم وحامض النحل. ويزيد بعد ذلك شيء اخر هو بيض النحل. عشرة. قال لها ربها اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. عشر. الله تعالى سمى كاملة باسمها، سماها صورة النحل. وفي قصة النحل قصة للعالم الاسلامي كله. ولذلك قال المصطفى مثل المؤمن كمثل النحلة تأكل طيبا وتخرج طيبا. اتخذي من الجبال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. ان في قصة النحلة دروسا في النظام ودروسا في التعاون ودروسا في الاخوات. لا انانية ولا حسد ولا حقد ولا بغضاء. تأخذ منا القليل وتعطينا الكثير، تمتص الرحيق وتعطينا العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف الوان
فيه شفاء للناس. ولذلك جاء رجل الى الحبيب المصطفى. وهنا انتقل من الغذاء الى الشفاء. وقال له يا رسول الله ان اخي يشكو وجعا في بطنه. حديث البخاري. قال له اسقني عنه. فسقاه عنه. ثم جاء الى الحبيب فقال يا رسول الله ما زال اخي يشكو. فقال له الرسول اسقه عسلا. فسقاه عسلا. ثم جاء الى الرسول وقال يا رسول الله ان اخي ما زال يشكو. فقال له الرسول صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا. فسقاه عسلا فشفاه الله. فشفاه الله. شفاه الله لانه كان في بطنه بعض الرطوبات. فلما نزل العسل بطاقته الحرارية دفعها فاصيب بشيء من الاسهال الى ان طهر العسل بطنه فشفاه الله تعالى. صدق الله وكذب بطن اخيه. من الذي علم محمدا هذا الطب؟ في اي كليات الطب تعلم محمد؟ في اي كليات الصيدلة تخرج محمد؟ من الذي علم محمدا ان في عسل النحل شفاء؟ اسأل الاعداء. اسألوا اعداء محمد. اسألوا الذين اذا تكلموا لا يذكرون اسم محمد في كلامهم. اسألوهم. اسألوهم لماذا لا تذكرون اسم محمد. اسألوه. ما الذي علم محمدا هذا الطب؟ ان الذي علم محمدا هذا الطب الالهي هو الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيم. ولذلك كان الرسول يقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. رواه ابن ماجه. عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. القرآن في سورة الإسراء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العسل في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أيها الإخوة الأعزاء، لو ربينا شبابنا على دروس القرآن لخرجنا بأمة من الشباب تغير وجه التاريخ. ولكن والأسى يملأ القلب، وفي النفس حاجات، وعندك فطمة. دار الشباب في فراغ. دار الشباب في فراغ. لم يجلس الا امام قصص الحب ونسي حب الله ونسي حب رسول الله ونسي حب الخير لعباد الله وسمى الاتصال الجنسي حبا. واصبحت امة الاسلام كما نرى. انني احذر حكام المسلمين عامة عن هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها. ان هذه المرحلة شبيهة كل الشبه بمرحلة ملوك الطوائف في الاندلس. اسمعوا هذا الدرس. دخل المسلمون اسبانيا
في سنة 92 هجرية، وفرضوا منها في سنة 896 هجرية، حجروها وفرضوا منها بعد 8 قرون، بعد 800 سنة. لماذا؟ لأن المسلمين اختلفوا فيما بينهم، والتاريخ يعيد نفسه. التاريخ يعيد نفسه. أمة الإسلام أمة ضربت في الصميم أندونيسيا. التبشير الأمريكي الإسرائيلي الصليبي على شد. باكستان ضربت في العمود الفقري فانقسمت نصفين، قسم يسمى باكستان الشرقية بنغلاديش، وقسم يسمى باكستان. ومما يدعو للأسى اننا ما وضعنا يدنا في يد النصيفة. كانت باكستان تضرب بطائرات الميج الروسية، وكانت طائرات الميج تقلع من عندنا من مطار بمرسى مطروح لتضرب الباكستان المسلم من عندنا. ضربت باكستان واندونيسيا مهددة بالوقوع في يد الصليبية والشيوعية، والمسلمون في الفلبين يضربون وهم يؤدون الصلاة في المساجد، ويؤخذون في السفن البحرية ويؤمرون في قاع البحار. وإريتريا تضربها الحبشة الطاغية الباغية. أما على مستوى الأمة العربية فقل ما شئت، نفحت ونحن مختلفون بارا، ولكن كلنا في الهم شرق. عندما صار وزير خارجية أمريكا، عندما صار إسرائيل، طلبت منه إسرائيل قنابل جديدة تسمى قنابل الارتجاج. وبعدما غادرها فرنس، اعلنت اسرائيل ان هناك شركة صهيونية عالمية تقوم ببناء 15 مستعمرة اسرائيلية لتوطين 1500 اسرة يهودية. 15 مستعمرة ستبنى في الشمال الشرقي في سيناء. فهل اسرائيل تريد سلاما؟ لا، ان اليهود هم اليهود. لو تركت الكلاب نباحها والحمير نهيقها والثعالب مكرها والحيات ندعها، ما ترك اليهود عداءهم لله ومحمد. اعرفوا هذه الدروس جيدا. الامة الاسلامية تمر بمرحلة ملوك الطوائف في اسبانيا. اليهود وشركات صهيونية تقوم ببناء 15 قرية في شمال سيناء الشرقي لاستيطان 1500 عائلة يهودية، واطلقوا على هذه المنطقة اسم ياميت. يقيمون المستعمرات، يقيمون القرى والاستيطان بها، ونحن هنا في خلاف.
في الغنى. اتحاد اشتراكي ليبي، اتحاد اشتراكي سوداني، مصري، بعث سوري، بعث عراقي. وكما قال الله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وروسيا تكشر عن أنيابها، تكشر تكشيرا بعيد المدى عن أنيابها، وحاكم ليبيا لا هم له طول الليل إلا تصليط الميكروفون على مصر وأهلها، والجزائر في واد والمغرب في واد وتونس في آخر ومصر في واد وإسرائيل تبني مستعمرات، واحد امراء العرب في احدى دول البترول يسافر احد المطربين عندنا على نفقته الى امريكا ليرفه به عن نفسه ويعود على متن طائرة خاصة. ويا ليت هذا المال ينفق لصالح الاسلام. اليهود هم اليهود مصابون بعقدة اسمها عقدة البقرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا: اتتخذنا هزوا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما. قال: انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمروا. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال: انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال: الان جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. عقدة البقرة. القرار 242 ولم يضعه ابو بكر ولا عمر، انما وضعه اللورد كرز الانجليزي، وكلنا يعرف خبز الانجليز. قالوا: الانسحاب من اراض. قلنا: لا، بل الانسحاب من الاراض. وجاء يا رمي. ومات يا رنج او ما زال حيا. ودار بطائرته حول المنطقة. الانسحاب من اراض تل ابيب. الانسحاب من الاراض الامة العربية. وظلت الالف واللام واقفة في خلوقنا سنوات وسنوات. وجاء بعد ذلك قرار اخر. عندما قالوا اننا نطالب بحدود امنة. ولست ادري من الذي يطالب بالحدود الامنة، العرب المغلوبون ام اليهود الغالبون؟ من الذي يطالب بالحدود الامنة؟ وما هي الحدود الامنة؟ وهكذا. ادع لنا ربك يبين لنا. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي. اليهود هم اليهود كما قال الحبيب المصطفى: ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. لا تحسب اليهود نعاجا، انما اليهود ثعاب. اليهود لا ينامون ونحن نختلف. خلافنا شديد وعذابنا شديد، والعجب كل العجب لشعب مصر ما عرف الحقد طول حياته وما عرف النفاق طول حياته. ولست ادري ما الذي حولنا الى شيع واحزاب. شيع واحزاب واحقاد وتجسس. تجسس وسجون ومحاكم امن دولة. 25 سنة في سجون ومحاكم وخلافات وصدام ونزاع. والرسول ينادي علينا:
عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لست أدري، لست أدري لماذا تحولنا إلى شيعة. من رأى منا أخاه يلبس ثوبا نظيفا لا ينام الليل. لماذا يلبس ولماذا لا ألبس؟ لماذا نجح ابن فلان ولماذا رسب ابني؟ لماذا حال فلان حسنة وحال سيئة؟ كأننا نيابة إدارية تحاسب الخالق الأعلى. لماذا 25 سنة تحولنا فيها إلى أعداء، المدرس والطالب لا احترام بينهم، المالك المستأجر لا حق ولا صبر بينهما، العامل صاحب المصنع لا تفاهم بينهما، المزارع والمالك لكي تخرجه من الارض لابد ان ياخذ نصفها باسم خلو الرجل. اهذه تربيه؟ اهذه تربيه؟ 25 سنة زرعنا فيها الاحقاد، واشد من الاحقاد النفاق. النفاق ان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اراد ذات يوم ان يوسع المسجد الحرام فيضم اليه بيت العباس بن عبد المطلب، ولكن العباس رفض وقال لن اتنازل عن بيتي يا امير المؤمنين. فقال له عمر اختر قاضيا يحكم بيني وبينك. امير المؤمنين لا يتعصب لرأيه وانما يلجأ الى القضاء العادل. فقال العباس اخترت القاضي شريح، كان هناك قاض اسمه شريح. ثم قال العباس يا امير المؤمنين تعال لنزل، تعال ارسي اليه ليحضر اليك. فقال له عمر بل انا الذي اذهب اليه فالقضاء لا يأتي ولكن يؤتى اليه. وذهب امير المؤمنين بنفسه الى محكمة امن الدولة، الى محكمة القضاء الاداري، وعرضت القضية. العباس واقف وامير المؤمنين واقف، لم يجلس امير المؤمنين على كرسي في ساحة القضاء. ونظر القاضي في مستندات الدعوة ثم قال، نظر الى امير المؤمنين، ماذا تريد يا امير المؤمنين؟ فقال له عمر لا تقل لي يا امير المؤمنين وانما قل لي يا عمر، ليس في مجلس القضاء امير ولا مأمور. فلو دخل احد الخصوم وقال للقاضي السلام عليكم ورحمة الله، فعلى القاضي الا يرد عليه السلام الا اذا اقرأه الخصم الثاني السلام، ليقول القاضي وعليكما السلام، فيسوي بينهما في الرد. فاذا لم يقل الخصم الثاني امره القاضي ان يبدأ بالسلام ليرد عليهما السلام معا. عدالة. قال عمر اريد ان اوسع البيت الحرام فاضم اليه بيت العباس. فاطرق القاضي مليا ثم قال يا عمر بلغني ان نبي الله داود اراد ان يوسع المسجد الاقصى بضم بيت من بيوت احد الرعية، فاوحى الله الى داود وقال له يا داود ان ابعد البيوت عن الحرام بيتي. وصبر الحكم في صالح العباس ولم يصبر في صالح عمر. وبعد ان رفعت جلسة نظر العباس الى عمر وقال له اسمعت الحكم يا امير المؤمنين؟ هل امر عمر باعتقال العباس او بسجنه
او بتعليقه في السجن الحربي او بتفليط زبانية جهنم الحمراء والشوش سنبه والصرف اسود صفات الروبي وعرق اسمه ليدخل من اوسخ ابواب التاريخ. هل غضب عمر من العباس؟ لا. فقال له العباس: اما وقد علمت الحكم يا امير المؤمنين؟ فقد تنازلت عن داري ابتغاء مرضات الله تعالى. ماذا فعل عمر في القاضي؟ هل ذبحه؟ هل دس له السم في شراب الليمون المثلج؟ ماذا فعل عمر بالقاضي؟ اصدر عمر قرارا اسلاميا بترقية القاضي من قاضي اقليم في الحجاز الى امير على بلاد العراق كلها. امر الترقية لانه راعى حق الله ولم يخش الا الله. لم يخش الا الله. وكلمة الحق لها المكان والمكانة في قلوب المؤمنين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وثبت على الايمان قلوبنا. اللهم احد صفوفنا. اللهم اهزم اليهود واعوان اليهود واعد المسجد الاقصى الى بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع راية القرآن. اللهم ارفع راية الاسلام. اللهم ارفع راية محمد خير الانام. اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اغسله من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.